حان وقت مشروبها بابا. إيفا لديها الحجم الأصغر، بينما ميا لديها الحجم العادي، وهي متحمسة جداً لذلك. زوي هي الأوفر حظاً للحصول على الحجم الأكبر، أليس ذلك رائعاً؟ كم فقاعة يمكن أن تصنعها زجاجة الصغيرة؟ لنشاهد إيفا وهي تفعل ذلك. انتهيت، سأقوم ببعض المضغ ثم نرى. أولا، إنها لزجة جداً. إيو. أنت حقاً مهرجة. حسناً، دوري. أشعر أن هذا سيكون جيداً. عدة صغيرة سوف تفي بالغرض. لدي بالوني، لنحضر خيطاً ونربطه هنا حتى أتمكن من النفخ أكثر. أولا، لا، زجاجتي. يا لك من مسكينة، مع السلامة. والآن دور زوي لتحاول النفخ. كم ستكون كبيرة تلك الفقاعة؟ حسناً، لنفتحها، أليس كذلك؟ انظروا لذلك. أحتاج أن أكون هالك لرفع هذا. هل يمكن الحصول على قليل المساعدة هنا؟ لهذا يوجد الأصدقاء، أليس كذلك؟ هيا يا فتيات، يمكنكن فعلها. أليس ذلك مرتفعاً جداً؟ يبدو الأمر كأنه دش من الفقاعات. توقفا، أنتما تسكبانه على وجهي، إنه كثير جداً. إنهن بالتأكيد يستمتعن بوقتهن، لكن انظروا لذلك، زوي تنفخ أكبر فقاعة على الإطلاق والأكثر فوضوية أيضاً. انظرا إليكما، انظروا ما أجمل هذا البطيخ. أراهن أن بطيخي سيكون حلواً جداً. لا أستطيع الانتظار لتجربته، لكني لا أرى زوي تحمل أي بطيخ. هذا غير عادل، أريد واحداً أيضاً. وما هذا الذي في السماء؟ هل يمكن أن يكون هذا بطيخي؟ إنه كذلك بالفعل. إنه قادم، أفسح الطريق. أوه جيد، زوي بخير وهي متعجبة ببطيخها الكبير. لم أرى مثله قط، وأنا أيضاً. أفسح المجال من فضلكما، لديكما بطيخاتكما، اذهبا. سأفتح بطيخي الصغير الآن. أولاً أزيد القشرة، ثم نصل إلى اللون. بالتأكيد إنه حلو المذاق. لذيذ جداً، ظننت أنه بدون بذور. ماذا تفعلين؟ دوري، يمكنني استخدام مهاراتي في الكاراتيه لفتح هذا. هيا. أوتش، إنها تؤلم بشدة. لكنك نجحتي، البطيخ تشقق. يوي، لنغير الزي. وملعقة بالطبع. واو، هل هو حلو كما يبدو؟ ما رأيك؟ تماماً، أحلى بطيخ على الإطلاق، يجب أن أتناول المزيد. لذيذ جداً، يجب أن أنهي هذا. يم، كيف أفتح هذا؟ أنا أعرف، قنبلة موقوتة. أوه لا، لنذهب، اختبئوا تحت الطاولة. واو، قطع كثيرة من البطيخ، أكثر من كاف للجميع ليأكل. واو، انظروا لكل هذا، هل هو حلو؟ جربوه، لذيذة جدا، أحبه. مثالي. هل يمكننا الحصول على البعض أيضا؟ انظروا ما أصغرها مقارنة بالشطيرة العادية التي لدى إيفا، لكن يبدو أن شخصاً ما حصل على واحدة كبيرة. زوي لديها الأكبر من بين الجميع. ياي، شطيرة ضخمة، سوف تشاركين ذلك معي، أليس كذلك؟ يبي، لكن لديك واحدة بالفعل. نعم، لكنها أشبه بلقمة وليست شطيرة. على أي حال، سأجربها. ماذا؟ حسناً، لقد نسيت شيئاً، كان يجب أن تخرجي عود الأسنان. صحيح، نسيت. شطيرتان مثالية جدا، لا أستطيع الانتظار لتذوقهما. يم. واو، ها
هذا مغري جدا. ها؟ أوبس، آسفة. إيو، لن أكل هذا بعد الآن. ماسكة جيدة. الآن لديك شطيرة بالحجم العادي، وكيف تخططين لأكل سندويشتك يا زوي؟ لا مشكلة، سأخذ لقمة كبيرة. لا، يجب أن يكون هناك طريقة أفضل. لدي فكرة، تقطيع الساموراي. هيا. حسناً، انتهيت، وسأقوم بتكديسها جميعاً كسيخ شواء. واو، لديك الكثير من الشطائر. تدا، يم، يمكنني تناولها بالتناوب. نعم نعم، وأرى أنك تشبعين بسرعة. أشعر بالثقل. واو، يبدو هذا صغيراً جداً بالنسبة لك يا زوي. في هذه الأثناء، ميا متحمسة جداً لذلو الشوكولاتة الخاص بها. وي، أحببته. ها؟ هذا بالتأكيد دلو لا يمكنك تفويته. إيفا محظوظة للحصول على الأكبر من بينهم جميعاً. جدياً؟ زوي تنظر إلى دلوها الصغير وتقول: لم لا؟ ربما سيكون من الأسهل تناولها عندما تكون بهذا الحجم الصغير. يمكنني تناولها دفعة واحدة. يم، هذا رائع، يجب أن أفرغها. هل ترين المزيد؟ يجب تناولها جميعاً. أوه لا، أيّة مساعدة. أوتش، أنت متنمرة. على الأقل لدي شوكولاتاتي العادية لتسليتي. واو، هذا جيد جداً. يمكنني استخدام يدي لتناولها، أو يمكنني فقط استخدام مغرفة لتناولها، أو ربما هناك طرق أخرى لتناولها. انظروا، هذه الشوكولاتة المذابة ستكون مفيدة. شاهدوني وأنا أفعل ذلك. واو، انظروا، لصقت بيدي. واو، نم نم. ميا تأكل الشوكولاتة بدون استخدام يديها، بينما كرات الشوكولاتة الضخمة لإيفا تحتاج إلى اهتمام خاص. إنها تأكلها وكأنما استنتهي الشوكولاتة من على الأرض. لذيذ جدا، لن تمانعي في مشاركة ذلك، أليس كذلك؟ هي، أبعدي يديك. أوه، لم يكن ذلك متوقعا، ولكن زوي لن تستسلم. ماذا ستفعل؟ أحتاج فقط إلى هذا المشعل اللهب لتنفيذ خطتي. انتظروا لحظة، إنها تمطر كرات شوكولاتة تماما كما خططت. ها؟ أين شوكولاتاتي؟ ماذا؟ مرحبا، كيف تجرؤين؟ أعطني ذلك. حسنا، خذي، إنه لك على أي حال. كولا. واو، حسنا، هذا جيد. ما هذا؟ حسناً، أياً كان، سأشربه باستخدام هذه الملاقط. لقد علقت. لا أستطيع التنفس. ماذا أفعل؟ أنا بخير الآن. لماذا هذه الكولا تبدو غريبة؟ سخطاً. أنا أعرف، لنخرج صينية مكعبات الثلج هذه ونملأها بجيل الكولا. أكاد أنتهي. لقد أفرغتها. حسناً، جميل، يمكن لماريو الاستمتاع بالحلوى الآن. رائع، كان ذلك جيدا. حان الوقت لمشروب الكولا الكبير، لكن لا يمكنني شربه. نعم، سأستخدم هذه الإسرنجة. نملأها هكذا ونشربه. هذا يأخذ وقتاً طويلاً. نعم بالتأكيد، هيا لنقم بذلك. نعناع، هذا شرير. هيا لنقم بذلك الآن. لنهرب. لا، توقفا، ماذا أفعل؟ تعالا،
المصاصات. لدي واحدة كبيرة. لا بأس بمصاصتي. أنا مصاصتي صغيرة. حان الوقت لتغطيسهم في المراحيض الصغيرة. أوه نعم، لنبدأ بالشوكولاتة. ليس لدي شيء أغطسها فيه. الآن بعض الحلوى. يم. أعطني أسناني. إيو. ارجعيها. ممتاز، لتذوق مصاصتي. تحولت إلى عين مجددا. العين تنظر إليهم. مصاصتي ضخمة. أنا أعرف، يمكنني سحقها. أوه نعم. إنها مليئة بنوع من السوائل. ها؟ حسناً، لتذوقها. أوه، إنه شراب. ليتشارك الجميع. سوف تكون مصاصاتكم لذيذة. حان وقت النودلز. حصل ماريو على الكأس العملاقة. مستحيل. حصلت وينزدي على الكأس الصغيرة. صغيرة جدا. وحصلت الجدة على الحجم الطبيعي. حسنا، لنأكل. هذا كثير جدا. أوه، يمكن استخدام الفطر الأزرق. أوهو، لقد صغرت. ياي، يمكنني أكلها دون أي مشكلة الآن. نم. هذا غش. لتذوق حصتي. أوتش، لقد أحرقت أصابعي. حسناً، لدي فكرة. اليد هنا، وهي تطعم وينزدي حتى لا تحترق مجدداً. حار جداً. يا إلهي، ساعدوني، شفتي مشققة. أوتش. لكن اليد هنا للمساعدة مجدداً. قناع للشفاء. لنجرب. ما هذا؟ شفاه ناعمة مرة أخرى. أوه رائع. حان الوقت لأكل حصتي ذات الحجم الطبيعي. نعم. أوه، أنا أسقط كل شيء على نفسي. لنجرب اليدين. حسناً، لنستخدم هذه اللعبة. رائع. رائع. الشعر ينمو. رائع. الآن لنقصه. هنا وهنا. سيكون هذا طعامي الآن. نم نم نم. رائع ولذيذ. لنأكل هذا الكعك. أنا متحمس جدا. أنا جيدة أيضا. ها؟ حصلت الجدة على كعكة صغيرة جدا لدرجة أنها لا تستطيع رؤيتها. استخدمي هذا. لا بأس، أراها الآن.
إنها صغيرة جدا. أوه لحظة، يمكنك استخدام هذا الفطر. رائع، أنا متحمس لأكلها. نم نم، لذيذة جدا. لدي فكرة، تحتاج هذه الكعكة إلى شبكة عنكبوتية، والآن سنقوم بحقنها. ماذا تفعل؟ انتظروا وشاهدوا، الآن أصبحت مثالية. نم نم نم. الآن نقوم بعمل مقلب به، ونستبدل كعكته بهذا الإسفنج. حسناً، الآن الشوكولاتة. أوه نعم، هكذا بالضبط، تبدو ككعكة حقيقية. لم يشك ماريو في شيء، وما زال غير واعٍ. لمسة نهائية، بعض الرشات. حان الوقت، استيقظ. أوه نعم، كعكتي، حان وقت الأكل. أوه نعم، خذي هذا. كيف تجرأ؟ ما هذا؟ إنه صغير جدا. ها؟ ماذا؟ جبنة. طفلي، هل هذا جد؟ وقت السيلفي. عظيم، هذا ليس عدلا. برجري الكبير. لدي فكرة، سأستخدم شعاع الانكماش. ماذا؟ جميل، كل شيء خرب. خذ، لا مانع لدي. يومي. ماذا يحدث؟ البرجر ينمو. توقف وخذي برجرك، أعطيني إياها. لا، إنها لي. رصاصة، لذيذ. ها؟ إنها كبيرة جداً. ماذا؟ مرحباً، إنه نائم مغناطيسياً. الآن المصاصة لي. حسناً، انتهيت، تزال نائماً. أرنولد، لدي فكرة، يجب أن توقظه الموسيقى الصاخبة. حسناً، هذا لم ينجح. أرنولد، لقد صنعت لك قبعة. ماذا؟ لقد استيقظ. أنت عجوز. يا إلهي، حصلت على المصاصة. صخرة، ورق، بقص. ها، لقد فزت. لدي علكة، لنرى ماذا حصلت أنا. بوم. إنها ضخمة. ماذا؟
الكثير من العلكة. محظوظ. يا إلهي، ما أستطيع المشاهدة. حسناً، هذا كل شيء. لئيمة، شاهدوا هذا. ماذا؟ إنها تطير بعيداً. إنها عالية جداً. يجب أن أفرقع الفقاعة. سأمسك بك. بيو، هل أنت بخير؟ سأريك. توقفي، قلت توقفي. أوبسي. حسناً، هذا هو. ها؟ حسناً، لنرى. واو، هذا غير عادل. لدي فكرة، سأستخدم مجهراً. ها؟ أروه، إنه سوشي. سأحتاج إلى ملاقط لهذا الغرض. ها هي آتية. كيف؟ لدي فكرة، سأحتاج لبعض القوى الفائقة. أريد القليل. هذه ليست لك. نم نم نم. كيف هي؟ يومي، كان ذلك لذيذا. أصبحت بالون. توقف. أوتشي. ماذا؟ انتهيت. لنرى ما هناك. ها؟ انظري. غريب. إنه جيل الكولا. يمي. لنرى ما لدي. ها؟ ماذا؟ سأتبعه. إلى أين يذهب هذا؟ حسناً. واو، الكثير من الكولا. فيو، أنا ممتلئة. لنعود. كان ذلك لذيذاً. شربت كثيراً. أنا أستطيع. ممنوع عن اللمس. مرحباً جميعاً. واو، إنه آيس كريم. أين الآيس كريم؟ إنه لذيذ. واو، إنه ضخم. ماذا؟ مرحبا، إنه متجمد. لدي فكرة، سأذوبه بالهواء الساخن. إلى أين ذهب؟ أرنولد. ها؟ ذهب. لدي فكرة، لنمتصه. ها نحن ذاك. تشبث، كل شيء سيكون بخير. أوشكت على الوصول. نعم نعم، سأجمدك. انظروا، لقد عاد. إنه أنا. نجحت الفكرة. مرحبا. لنرى ما حصلنا عليه. سنارة الصيد. مذهل، هيا لنصيد. أمسكت شيئا. عودة جيلي. ها؟ أنا أيضا حصلت على شيء.
أوه، واو! ها؟ تغير الألوان كامل! واو! لدي وحيط فقط! لنستخدمه! هيا! لقد اصطدت سمكة! أين ذهبت الجلي؟ هذا ليس عدلاً! أنت فاشل! ابتعدي عني! نعم! وما هذا؟ عين جلي؟ هي لئيمة! أين ذهبت؟ لقد أمسكت بها! لذيذ! حسناً! لنرى ما لدي! إنها كبيرة جداً! ماذا؟ لنحفر! ماذا؟ لذيذ! يومي! ثلاثة! اثنين! واحد! ماذا؟ إنها فارغة! دونة عملاق! رأيته أولاً! حسناً! انتظرني! يا لها من حمقاء! أخفض دونتي! لذيذ جداً! لنأكل! انتظر! دونتي بلدي! تحطمت! مرحباً! هذه أفضل! انظري كم هي كبيرة! سأجرب هذا! مشوق! لماذا لا ينزل شيء؟ عرفت! إنها حلوى الكولا! لذيذة! أريد أن أجرب هذا أيضاً! يا إلهي! رائع! لدي برج بيتزا هنا! لكن لدي بيتزا أيضاً! ما هذا؟ ألف بيتزا! واو! حسناً! هذا برج بيتزا حقيقي! ليس من السهل الوصول إلى قمته! أوتش! احذري! أخيراً يمكنني أكله! لذيذ! أنا بخير! كان ذلك مذهلاً! جاهزان! ذاك لديه 100 من حلوى العين! مثير للشفقة! لدي واحدة فقط! وهي أكثر من كافية! يا إلهي! سفل حار! لا! كلها! حسناً! حسناً! الآن
حار. اشرب بعض الماء. حسنا. أوه لا، الماء لم يساعد على الإطلاق. حان دوري، يمكنني القيام بذلك. أوه لا، لقد تحولت إلى تنين. أشعر بتحسن كبير الآن. يا إلهي، أوه آسفة لهذا. واحد اثنين ثلاثة. دوري. إنه برجر رائع. ما الذي سيكون طبقي؟ رائع، إنها مئة طبقة من البرجر. كيف سآكل هذا؟ أنا أعرف، لنجعلها أصغر. الآن تستطيع أكلها بأريحية. أوه لا، ربما كانت تلك المئة برجر أكثر من اللازم بالنسبة لأوليفيا. أشعر بتحسن الآن. هيا لنفتحها. واو. ماذا؟ حصل زاك على 100 دونات. لا. نم 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 نم. يا إلهي، ربما تناول الكثير جدا من الدونات. الأخيرة. لدي فكرة. الآن يجب علي أن آكلها مجددا. حقا يجب أن لا تفعل ذلك. لا، ضعها أسفل. جاهزون لهذه الجولة. ماذا؟ لا 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 لا، إنها حلوى واحدة فقط. حسنا. نم 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 نم. أريد بعضا أيضا. هذه من أجلي أنا. لنفتحها. إنها تمطر حلوى. مرة أخرى. زاك يمسك الحلويات بمظلته. نم 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 نم. ماذا؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحاً. إنه فارغ. أوه، بانكيك. لقد حصلت على واحدة أيضاً. اثنان، ثلاثة. نم 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 نم. رائحتها زكية. لدي بالفعل 100 بانكيك. لقد حصلت على المحلي. وحصل زاك عليه أيضا. قليلا، أكثر مما يحتاج. إنه في عيني. ما الذي سيحصلان عليه هذه المرة؟ بالون رائع. أوتش، دعني أحاول. أن أضغط عليه قليلا. تحول البالون لمصاصة. واو، آمل أن أحصل أنا أيضا على شيء جيد. أنظروا،
لدي بالون على شكل قلب. أعطني ذلك. تدا! واو! الآن لدى أوليفيا 100 مصاصة. كلها لي. غريبة الأطوار. يم يم. لديهما ما يكفي من المصاصات لبقية حياتهما. ماذا ذرة واحدة؟ لدي 100 منها. لدي فكرة. فقط أحتاج لمجفف شعر. إنهم يتحولون إلى فشار. رائحتهم ذكية. لنتذوقها. لذيذ. هذا ليس عدلا. أعرف لدي مجفف صفري. يا له من فشار ضخم. أنا عالق. ساعديني ساعديني. صديقتانا تحبان الشوكولاتة. أوليفيا لديها قشة حقيقية، وأليكس لديها قشة من الشوكولاتة. ماذا؟ إنها لا تسحب. لكن أوليفيا ليس لديها مشكلة، لذا شربت كل الشوكولاتة. وجدتها. سأضع النبناع هنا. يا إلهي! أنا أتجمد. في هذه الجولة حصلت أليكس على زجاجة كوكاكولا حقيقية. وأوليفيا حصلت على زجاجة من الشوكولاتة. انظري. حان الوقت لتجربتهم. إنه لذيذ جدا. ماذا هناك؟ يمكننا أن... أجل! لنأخذ الأكواب! ومجفف الشعر! تذوب الفتاتان الشوكولاتة في الأكواب! لذيذ. أين ذهبت؟ أوليفيا متأخرة. يمكن أن... لكن لحظة، أريد شوكولاتة أيضا. وجدتها. سأضعها في الميكروويف وأنتظر حتى تذوب. فلنفتحها الآن. سيبدو مثل ال... هل أنت جاهزة؟ مستعدة؟ ألا تريديها؟ يمكننا التبديل. حسناً، خذي.
إنها تعتقد أن أليك سأكل ذلك حقاً. كيف يمكنك أكل هذا؟ أتريدين القليل؟ لا، ابتعدي عني. حسناً. في هذه الجولة، الفتاتان معصوبتا العينين. سأبدأ. الآن. حصلت على صندوق أحمر. مع وردة من شوكولاتة بداخله. رائحته رائعة. دوري. هذا اللون. أوه لا، أوليفيا حصلت على صبار وهي لا تستطيع رؤيته. أجل! أوه، إنه بيض! واو! ماذا؟ لدي شوكولاتة! يا إلهي! لكن هناك صفار البيض في الداخل! على الأقل بيضتي مطرية. حصلت أليكس على مفتاح لمنزل الأحلام، وحصلت أوليفيا على مفتاح للشوكولاتة. أوه، إنه حلم تحقق. أن تكون مصنوعة من الشوكولاتة. أجل. هذه المرة كلتا الفتاتين سعيدتان. أوليفيا حصلت على جرو من الشوكولاتة. جميل جداً. وماذا عني؟ صافرة. من أجل ماذا؟ لقد حصلت على جرو حقيقي. يا لك من كلب لطيف. التقطي لنا صورة. بالتأكيد. وبعض صور السيلفي. خذي. ما زالت الشوكولاتة ألذ شيء. حان الوقت لجولة جديدة. أتساءل ماذا يوجد في الداخل. إنها مياه سحرية. فلنجربها. أوه، تحولت أليكس إلى صيادة. حان دوري. وتحولت أوليفيا إلى حورية البحر. كافيار؟ لكن ما الذي ستلتقطه أليكس؟ اصطادت مأكولات بحرية بالشوكولاتة. هل أستطيع الحصول على القليل؟ لا. هذا ليس عدلاً. فتاتان متحمستان لهذه الجولة. بطاقة مع علامات دولار وفستان بالشوكولاتة. واو، يبدو لذيذاً. ماذا أفعل بها؟ فستان حقيقي؟ رائع!
جميل جدا. وأبدو أنيقة بك. نعم هذا صحيح، سوف آكل شوكولاتتي. مرحبا أعزائنا المتابعين، ألم يكن ذلك ممتعا للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا. ترقبوا المزيد ونراكم قريباً.